فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول أنا شاب أعيش بين الرافضة وأذهب معهم وآكل وأشرب وأصاحبهم، علما بأنهم لا يتكلمون أمامي في أمور الدين، ولم يحصل أن سبوا صحابيا وأنا موجود، فما حكم مصاحبتي لهم؟ أفيدوني. لا تصاحبهم، انتقل عنهم. جعل الله السعة في الأرض والأرزاق، فلا تبقى معهم وتصاحبهم، انتقل عنهم. إن كنت موظف انتقل إلى عمل آخر ولا تبقى معهم، وإن كنت من مجالسيهم ومن مخالطيهم ابتعد عنهم، لا تخالطهم ولا تجالسهم، لأنهم يؤثرون عليك ولو على المدى البعيد، وتأثم أيضا بمجالستهم ومصاحبتهم. نعم.